اقسم بالله الهم تاع بنادم يتبشر، انت ما تعرفش ظهرك شنو، تمشي الظهر صاحبك تتفرج، مش تعرف ظهرك انت شنو يعني فيه. لكن وقت توقف في الليل والسوريه تلصق في اللحم، الصباح باش تلحم اللحم تعيط لصاحبك تبدا يحيي فيها بشويه بشويه، تبدا تصيح في المراه اللي بنحبها مش تقول شويه تحب لك اقل شيء بدون مبالغه يكون دقيقه باش تطلق ظهرك باش تستوي الرطوبة ساعة الماء اللي هارب مع الحيوط فهمتني، وكورة مدار ما بيوضف وزوز سور لا أراك الله مكروه فهمتني، باياس حلفة البريمة فينا اللي تلقى حيلة كما حمادي جيزة الله يرحمه يثنيه على اثنين مش يرقد عليه هكذا، لكن هو ما يدورش خاطر احنا كي نرقد ندور، هو إذا كان القدس فيني يرقد على كسطوش، هذاك مسميه كسطوش احنا. ثلاث ايام اش نعملوا احنا؟ نوليو نختاروا انا هو العبد اللي مازال يهز في ظهره ظهره، مش نحطوه مليون زوز من الناس اللي ما عادش لازم يهزوا، مثلا محمد الصالح وعلي نجي انا ما بيناتهم انا ما عادش نجم الناس على ظهره صحيح بلوكي، مش وقت اللي قرديان يهبط على محمد صالح، محمد صالح يلاقي ظهره، انا في الهزه نتاعو نمنع نتعدى قدام يخلط على علي بالتالي يعطي ظهره، مش اللي وراه علي ما 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 يخلطوش الظهر الى اخره، يعني حيله. الجوع عمي ثمان اشهر بدون مبالغه اقسم بالله الى نعرف الشهر، عمي ثمان اشهر فهمتني، وناس جوع مستمر، وإذا كان جاع الإنسان صدقني والله لا يفكر لا في أبوه ولا في أمه ولا في زوجته اللي خلاها من 18 سنة و 3 شهور كيفي أنا وخليت لها بنت من طلب 10، وقت السباحة اللي تشزوها للبحر الداخلية يخطوا بنتها فهمتي لو حوالها في الفرش ويجيبوها السبعة التعبير باش ترضع بنتها ويعديوها قدام البيوت اللي فيها التعليم كل السنة ترى مش ندخلوك هكايا راهو كما تقول شو من هون كل ما نعرفوش ما نعرفش من هون كي بابا نكر قال ما نعرفوش مش هون لهي حمد حنيني الله يذكره بالخير تربط مع بابا في الجرفة الداخلية عاد وقت اللي يجيو يجيو يقول انت مقدور عاود لي فيها حمد يقول لهم انا نبوه قدور ما نعرفوش مش ولدي على ما عاد بوه ولا ما سقيه نفخ بطل ما نعرفوش مش ولدي والله يحكي لي فيها احمد حنيني بابا ما حكوش يا باش شغل الخدمه بتاعه قالوا له زلم اخوك حبيبه من القرار المستحيل قعد 10 سنين بطل 10 سنين عدا سكروا كل شيء قالوا له مره خدينا حقب بتاع تعذيب هذا يا بابا سجلناه في لحاق سي كمال وتعرف انت تنجم تو تراجع في تسجيلات حتى قلب المرض خدمة الحلفة قبل ما نخرج من خدمة الحلفة قبل خدمة الحلفة هذه يا سيدي مش يطريوها يحطوها في المجرى نتاع هذا البحر والمجرى حشاكم كان يخرج منها الخبث وقت اللي يجيبوها لنا يجيبوها لنا بك المذنبة تعرفوها تقريبا اللي تخرج كذا تعلمنا نخدم الحلفة فهمتني نخدم الشوامي اللي يعصر بهم الزيت توا ما عادش هذا ولا فهمتني كل شيء فهمتني ما عصر توا ما عادش يعني الامور كل ولات اركايك يعني ما عادش يستعملوها توا كل شيء سوفيستيكي كل شيء بديع خدمنا الحلفة في مدة ما قعدنا عامين وثمان شهور في الحالة هذيك في غير الملح ثم هزونا البرج الرومي برج الرومي لا أراك مطار مكروه 37 درجة تحت القاع والإنسان في السب وفي سلسلة ومكروش في حلقة
عنا هذا عليه دونجورور حكم عليه بنا 30 سنة حبس، هو اللي هبطهولنا مش نحللنا وسكرنا عن جملة الطرائف نتاعك يكون اسمه أو كتسمع عمك شو تقول لك قلت ولدي محصل مضمن هنا والله عندك تسعى جبال مش تخرج النبل الخيرين نتاع الحبس وأنا نزيدو نحطوك في سلسلة هاك محصل مضمن ما تخافش بابا العزيز ما تخافش على روحك. عاد قعدنا في الفترة هذيك زاد جاتنا الحملة مع القمل موجود تاع القمل هزونا الدوش بعد 6-7 شهور انت تبدا تخسر ساهم المربوط اللي متكلم بالدوش حلك الدوش انت مازلت كي تعمل طريقة الصابون هكايا ومازال الصابون ما تنعاش ويسكر يقول لك هيا مش هيلبس حوايج اخرج يا ولدي تقيت عايش كل ما اخرج نخرجوا بالصابون نتاعنا في الحملة بعد 6 شهور جينا حملة نتاع القمل لربي يلطف القمل كل يوم الصباح عندنا معرض الصحف احنا عاملين هذيك كل واحد هنا حي بلديسة تاع الملف اللي عاطينا لنا الخطر اللوطة برد ربي يلطف في الصيف سنة معروف وقت اللوطة بارد كما البير عندنا تجبد مليون بير مليون ماء من البير تلقاه بارد في الصيف وسخون في الشتاء احنا هكاك نفس الشيء يبرد السيلون اللوطة في الصيف ويسخن في الشتاء بحيث كل يوم حبر مرقوم نحيوا كالبيستات نكون بداو وانا اقتل 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 اي ما نصرفش عندك انت يا فلان انا عندي 33 انت 45 انا 17 الى اخره يوميا فك الحاله هذه يعني ما يزيش الانسان فك القرر هذاك وفك الرطوبه اللي هابط لا مع والله العظيم مع الحيوان فما قطره مع الوزير كي مشينا قلت لهم شفتوها القطره هذه اللي هابطه على راس الوزير توا هذيك 8 شهور 8 سنين ولا 4 شهور هابطه على يوسف 8 سنين و 4 شهور قلت لهم هابطه على يوسف هاك القطره هابطه على الوزير توا على نور الدين البحيري قعدنا هكاك حتى في يوم ما جاء زارنا سي محمد فرحان في الجمهورية العامة وطهر مرفوجة جاونا فما شنو اشتكاني سي الشيخ العربي الله يذكره بالخير يفصل قال السيد الوزير أولا حبرنا احنا حاكمين علينا كي يجي حد هكايا من الخشام ندور نقول لنا الحيط حبرنا زاز هو طار من الخوشة قال بكم دارين الحيط دور جبكم لهنا درنا مدام وزير قال دوش عنا في المدير السجن هنا قال دور وجوكم من الحيط الوزير قال دور وجوكم هنا درنا له كلموا الشيخ العربي قال سيد الوزير قال احنا طبعا في 3 سنين ماشي في الحاله هذه أرجوك على الأقل تعطيونا على خير نكتبوا رسالة لأهالينا ما يعرفوش علينا لا ميتين ولا حيين فهمتني إيش كان الرد نتاعك طاهر وخوجة كيما عندي تو قال اسمع المرض يزوز بالطرانت ويخرج بالوقية وكل يوم وقت نحلوا جريدة احنا في البلاد نلقاو فما انقلاب وحالة انقلابية في بلاد فلان 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 مثلا وانتم كي عملتوا العمليه انتم قادمين تحملتوا مسؤوليتكم قال مين عم تحمل مسؤوليتكم خرج طاهر من الخوجه ومحمد فرحاق كما قلت لكم قبيل يا واه وقدوه الى اخره هكاك جاي لنا رسائل قال هيا سيدي هكا باش تكتبوا رساله وراي رساله في الشرع الرسائل هذوما وقت اللي خلقوا عائلاتنا اللي عندهم 8 سنين واش مش حتى خبر علينا انا زوجتي في باب سعدون ويسكن في باب سعدون ماشيه البابا يسكن في السنتاريه في صلاح الدين بوشوشه وقتها ما تخرج مسلسل خرجت ساحره عريانه اما تو تخرج عريانه ما تدمي تجري
سقي على من راسها مش تنسى الجواب الماما تقول له ماما وزنها وقدر مع التجواب. بالفرحة. ناس لا طارف علينا لا موت لا حيين. ولكن تقريب طولت عليكم برشا وللحديث بقية. صدقوني على خاطر زادت الطوال الامور وزادت الحكايات. والله الخطة هذه ما تكبش كانت الخطة مش تقنيات مش تعمل احنا هذا ماهوش ما تطبخش بصفة يعني دقيقة موضوعية علاش على خاطر ديجا احنا مازلنا نحضروا ولل 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 العسكريين نصرفوا الموضوع هذا يستعملوا ان شاء الله يعني شكرا جزيلا. انصحكم